دكتور احمد اشرف عيسى، استشاري امراض القلب والقسطره وطب القلب الرياضي، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل. في اوقات كتيره قوي احنا في اوضه القسطره بنلاقي في عندنا ضيق في الشرايين التاجيه، بيبقى لا يزيد عن 50%، حتى لما بنعمله كي سي اي اللي هو الكوانتيتيف كورونري انجيوجرافي اسيسمنت ما بيزيدش عن 50 55%، بس استيل العيان سيمتوماتيك. في اوقات كتيره قوي بيبقى الواحد محتار انت تحط ستنت ولا لا. طبعا في جايد لاينز عالميه لما بيبقى ضيق في بروكسيمال ال اي دي مثلا ومعاه سيجنيفيكانت سيمتومز وسيجنيفيكانت اي سي دي تشينجز او ايكو تشينجز، ده بيساوي ان انت تعمل له بي سي اي، بتحط ستنت في البارت ده. لكن في اوقات بيبقى البيشنتس السيمتومز بتاعته مش مقنعه ليك كدكتور، وفي اوقات كتيره قوي بتلاقي الاي سي جي نورمال والايكو نورمال. في اللحظه دي احنا عندنا اساليب تانية ممكن واكثر دقه، زي ممكن نعمل ايفاس اي اف ار، بنبدا نعمل الاي اف ار، بنعمل فانكشنال اسيسمنت اوف ذيس ليجن وانت في نفس السيشن. لو الموضوع مش افيلبل، مفيش ايفاس او اي اف ار عندك او اف اف ار، احنا ممكن نعمل فانكشنال اسيسمنت عن طريق المسح الذري، التكنيشيم سكان ستريس تكنيشيم او دوبلوتامين ستريس ايكو. في اللحظه دي في وجود سيجنيفيكانت اسكيميا بنبدا بيبقى الليجنز ايفن هو 50% اور اقل من 70%، احنا بنبقى متيقنين دلوقتي ان هذا الليجن بيسبب اعراض الاسكيميا اللي بيشتكي منها المريض، وبالتالي العلاج لي هيبقى بي سي اي انترفينشن، ان احنا بنحط ستنت في ده في الليجن ده. طبعا وفي اوقات كتيره قوي ان احنا بنلاقي ثواني كده، انت ممكن تفصل الحته دي صح؟ في اوقات كتيره قوي واحنا بنشتغل في طب القلب بنلاقي بعض المرضى نسبه النزيف عندهم بتبقى عاليه، وبيبقى انت محتار ان انت لو ركبت ستنت دلوقتي وهو محتاج ان هو يعمل اي تدخل جراحي في فتره مثلا شهرين او 3 اشهر، بتبقى محتار جدا ان انت توقف الادويه السيوله دول انتي بليتلتس. بقى في جيل جديد قوي من الدعامات دلوقتي طالع بيستخدم الدول انتي بليتلتس وعليه احصائيات كبيره جدا، زي الستنت اللي هي البايو فريدم لمده شهر كامل، وبالتالي بعد الشهر تقدر توقف الدول انتي بليتلتس ويقدر المريض يعمل عمليته بسلام وبعد كده يرجع للانتي بليتلتس تاني. دي بعض النقط المهمة اللي أنا حبيت إن أنا أقولها لزملائي الأطباء اللي في بداية طريق الانترفينشنز، وبالتوفيق ليهم إن شاء الله بإذن الله.